أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا أراد زيد أن يبيع كتاب عمرو فضولا فهناك فرضان. الفرض الأول أن يبيع زيد الكتاب عن المالك، بمعنى أنه قاصد كون الثمن لعمر. الفرض الثاني أن يبيع زيد الكتاب عن نفسه، أي أن يكون قاصدا لأخذ الثمن وامتلاكه، وأن تكون المعاملة له. وعلى الفرض الأول، إذا كان زيد الفضولي قاصدا المعاملة عن المالك، فإما أن لا يسبقه نهي من قبل المالك الأصلي وهو عمرو، وإما أن يسبقه نهي وزجر من قبل المالك الأصلي، فتكون الفروض ثلاثة. نبحثها في ثلاث مسائل. المسألة الأولى، أن يبيع العاقد الفضولي وهو زيد عن المالك، أن يجري المعاملة عن المالك من دون أن يسبقه نهي أو زجر من قبل المالك. المسألة الثانية، أن يبيع زيد الكتاب أو قل الفضولي يجري المعاملة عن المالك، ولكن مع سبق نهي وزجر من قبل المالك. المسألة الثالثة، ونتكلم فيها عن بيع الفضول عن نفسه، سواء سبقه نهي من المالك أو لم يسبقه نهي من المالك، لا نقسم، إذ لا ثمرة عمليته في تقسيمه إلى سبق النهي وعدم سبق النهي إذا كان قاصدا البيع عن نفسه. إذن لدينا ثلاث مسائل. المسألة الأولى، أن يكون الفضولي قاصدا إجراء المعاملة عن المالك ومن دون أن يسبقه نهي من قبل المالك. يقول المصنف رحمه الله: وهذا هو القدر المتيقن من الفضولي، ولكن ما هو المراد من كونه قدرا متيقنا؟ هناك احتمالان. الاحتمال الأول، أن يكون مراد المصنف رحمه الله كونه القدر المتيقن موضوعا، أي القدر المتيقن من مصاديق الفضول هو هذا الذي نذكره في المسألة الأولى، أن يجري المعاملة عن المالك من دون سبق منع أو نهي. هذا أبرز مصاديق الفضول، دخوله في
في عقد الفضول موضوعاً أمر متيقن جزمي حتمي لا نقاش فيه. أما ما نذكره في المسألة الثانية من إجراء العقد عن المالك مع سبق النهي من قبل المالك، وما نذكره في المسألة الثالثة من إجراء العقد عن نفسه، فهذا أمر فيه نزاع وخلاف، هل هو فضولي أو ليس فضوليا؟ ولهذا قال العلامة رحمه الله كما تقدم سابقا: إن الغاصب الذي يبيع عن نفسه مال الغير الذي غصبه لا يعتبر فضوليا، ولهذا عطف الغاصب على الفضولي، والعطف يقتضي المغايرة. إذن إن وقع تشكيك في دخول المسألة الثانية والثالثة في عقد الفضول، فلا تشكيك في دخول المسألة الأولى، هي القدر المتيقن من موضوع الفضول. الاحتمال الثاني أن يكون مراد المصنف رحمه الله كون المسألة الأولى قدراً متيقناً حكماً، أي القدر المتيقن من الحكم بالصحة في عقد الفضول هو هذه المسألة الأولى، فإذا قلنا بصحة عقود الفضول فالقدر المتيقن منها هو المسألة الأولى. أما المسألة الثانية والثالثة فالحكم فيهما بالصحة متفرع ومتوقف على حكمنا بالصحة في المسألة الأولى. فإن قلنا بالصحة في المسألة الأولى أمكن أن نقول بالصحة في المسألة الثانية والثالثة، أما إذا حكمنا بالفساد والبطلان في المسألة الأولى انسد الباب أمام المسألة الثانية والثالثة، فأولى المسائل بالصحة هي المسألة الأولى. أو قل القدر المتيقن من حكمهم بصحة عقد الفضول هو ما نذكره في المسألة الأولى، هذا هو الاحتمال الثاني في عبارة المصنف. والاحتمال الثاني هو الأولى من الاحتمال الأول، لأن بعضهم قال إن القدر المتيقن موضوعاً في عقد الفضول هو المسألة الثالثة وليس المسألة الأولى، فالقدر المتيقن موضوعاً ليس المسألة الأولى. إذن مراد المصنف من كون المسألة الأولى هي القدر المتيقن هو بلحاظ الحكم وليس بلحاظ الموضوع، فالاحتمال الثاني أرجح من الاحتمال الأول. وفي المسألة الأولى نتساءل: إذا أجرى العاقد الفضولي العقد عن المالك مع عدم سبق منع من قبل المالك، فهل هذا العقد صحيح أو ليس بصحيح؟ وسؤالنا ليس عن الصحة الفعلية، وإنما سؤالنا عن الصحة التعليقية، يعني هل هذا العقد صحيح إذا أجازه المالك لاحقاً أو ليس بصحيح؟ الجواب: هناك قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور حيث قالوا
هذا العقد صحيح إذا لحقته الإجازة، فإن أجازه المالك وقع صحيحا فعلا، وإلا بطل ولا أثر له. القول الثاني ما ذهب إليه جملة من فقهائنا كصاحب الحدائق رحمه الله وغيره، حيث قالوا ببطلانه، وأن هذا العقد باطل وفاسد من أساسه ولا يمكن تصحيحه بالإجازة اللاحقة. أما القول الأول فقد استدل له بعدة أدلة، فلنقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى ذكر الأدلة التي استدل بها على الصحة. قال ثم اعلم أن الفضولي قد يبيع للمالك، طبعا الأدق بدل اللام نقول عن، يبيع عن المالك يعني بقصد أن تكون المعاملة للمالك والثمن يدخل في ملك المالك الأصلي للعين، لأن إذا خلينا اللام قد يفهم منها أنه يبيع للمالك يعني المالك هو المشتري، يبيع للمالك يبيع للطرف الآخر، لا، اللام هنا بمعنى عن، أن الفضولي قد يبيع عن المالك وقد يبيع عن نفسه يعني نفس الفضولي، وعلى الأول يعني لو باع عن المالك فقد لا يسبقه منع من المالك، لا منع ولا نهي من قبل المالك، وقد يسبقه المنع من المالك. فالفروض ثلاثة نبحثها في ثلاث مسائل. المسألة الأولى، فهنا مسائل ثلاث. المسألة الأولى أن يبيع يعني الفضولي عن المالك مع عدم سبق منع من المالك، يعني لا يوجد نهي سابق ولا منع سابق، يعني المالك إما أن يكون أصلا لا يدري بهذه المعاملة أو كان ساكتا، المهم هو لم يمنع الفضولي من إجراء المعاملة، هذه الصورة الأولى. يقول المصنف وهذا، يعني شنو هذا؟ هذا العقد والبيع بهذين الشرطين، أن يكون عن المالك هذا الشرط الأول، والشرط الثاني أن لا يسبقه منع أو نهي من قبل المال، بهذين الشرطين وهذا هو المتيقن من عقد الفضولي. متيقن شلون متيقن؟ قلنا يوجد احتمالان، متيقن موضوعا أو متيقن حكما كما بينا. زين، هل هذه المعاملة أو العقد صحيح أو ليس بصحيح؟ قلنا يوجد لدينا قولان، القول الأول والمشهور الصحة، هذا القول الأول أن هذا العقد صحيح، لكن شنو يا صحة؟ معلقة على إجازة المالك. والمشهور هو القول بالصحة، بل مو فقط مشهور، بل ادعي عليه الإجماع، بل في التذكرة نسبه العلامة رحمه الله، يعني نسب القول بالصحة إلى علمائنا، يعني ادعى فيه الإجماع، تارة صريحا يعني قال صراحة أجمع علماؤنا على الصحة، وأخرى ظاهرا يعني لم يدعي الإجماع صراحة، وإنما قال الحكم هو الصحة عندنا، عندنا يعني عند علماء الإمامية، فهذا ظاهر في الإجماع، وأخرى ظاهرا بقوله يعني قول العلامة رحمه الله عندنا، فإن هذا ظاهر في تحقق الإجماع عند علماء الإمامية. إلا أنه يعني العلامة رحمه الله
ذكر عقيب ذلك أي بعد أن ادعى الإجماع صراحة أو ظهورا، عقيب ذلك قال، ذكر عقيب ذلك أن لنا، يعني الإمامية، أن لنا فيه قولا بالبطلان، يعني هناك من الإمامية من قال بالبطلان، كأنه تراجع عن دعوى الإجماع، يريد يقول لا، أكو عندنا من قال بأن هذا العقد هو باطل من أساسه والإجازة اللاحقة لا تنفع. وفي غاية المراد، وفي غاية المراد للشهيد الأول رحمه الله، حكى الصحة عن العماني ابن أبي عقيل العماني والشيخ المفيد والمرتضى والشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية وسلار والحلبي والقاضي ابن البراج وابن حمزة الطوسي، كلهم هؤلاء قالوا بالصحة. حكى الشهيد الأول عنهم أنهم يقولون بالصحة. وحكي عن الإسكافي، يعني القول بالصحة أيضا حكي عن ابن الجنيد الإسكافي، واستقر عليه رأي من تأخر، يعني علماءنا المتأخرين كالمحقق الحلي رحمه الله والفاضل الآبي والعلامة الحلي والشهيد الأول والسيد العاملي، كل هؤلاء العلماء قالوا بأن هذا العقد صحيح مع إجازة المالك، عدا، هاي عدا إشارة إلى القول الثاني وهو القول ببطلان عقد الفضولي من أساسه، عدا فخر الدين أو فخر المحققين رحمه الله لأنه قال ببطلان، وبعض متأخري المتأخرين كالأردبيلي والسيد الدامات محمد باقر الاسترابادي المتوفى سنة 1041 هجري، وبعض متأخري المحدثين كصاحب الحدائق رحمه الله والمحقق الجزائري رحمهم الله جميعا، فإن هؤلاء قالوا بالبطلان. إذن لدينا قولان، قول بالصحة وقول بالبطلان. والشيخ الأنصاري رحمه الله يبدأ بذكر أدلة القول الأول، أي أدلة القول بالصحة، فيقول استدل عليه بجملة من الأدلة. الدليل الأول عمومات أو إطلاقات البيع ووجوب الوفاء بالعقد، كعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، وإطلاق قوله تعالى أحل الله البيع. كيفية الاستدلال: إن هذه العمومات والإطلاقات تدل على صحة وحلية كل ما يصدق عليه أنه عقد أو بيع. أوفوا بالعقود، يجب الوفاء بكل عقد. أحل الله البيع، يعني أحل الله كل ما يصدق عليه أنه بيع، ولا يوجد تقييد في هاتين الآيتين، لم تقيد العقود ولا البيع بالرضا وطيب النفس مطلقا، فهي شاملة بعمومها وإطلاقها لما نحن فيه، وتقريبه يكون من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى: إنما أتى به الفضولي
عقد جزما بلا ريب. عند العرف هذه المعاملة التي أتى بها الفضولي تسمى عقدا وبيعا. زيد حينما باع كتاب عمرو هذا يسمى عقدا وبيعا عند العرف جزما بلا إشكال. لماذا؟ لأن العرف يرى تحقق العقد بمجرد حصول الإيجاب والقبول، وعقد الفضولي فيه إيجاب وقبول. أما رضا المالك أو عدم رضا المالك، رضا المالك وطيب نفسه لا دخل له في التسمية، في يعني في تسمية هذا الشيء عقدا أو عدم تسميته. إذا تم الإيجاب والقبول سمي عرفا عقدا، سمي عقدا سواء كان هناك رضا من المالك أو لم يكن هناك رضا من قبل المالك. عدم تحقق الرضا من قبل المالك حين العقد، عدم مقارنة الرضا للعقد، هذا لا ينفي كونه عقدا. هذه المقدمة الأولى. إذن ما صدر من الفضولي هو عقد وبيع جزما عند العرف. المقدمة الثانية، نحن نسلم بأن ترتب الأثار يتوقف على رضا المالك، ولكن هل يشترط في الرضا أن يكون مقارنا للعقد، أو يكفي أن يتحقق الرضا بالإجازة اللاحقة بعد العقد؟ الجواب: لا دليل على اشتراط المقارنة. نحن لدينا دليل على اشتراط أصل الرضا، كقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض، أو لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. هذه الأدلة تدل على دخالة أصل الرضا في ترتب الأثر. أما اشتراط كون الرضا مقارنا للعقد فهذا أمر مشكوك، هذا شك في قيد زائد. وإذا شككنا في القيد الزائد وهو المقارنة تمسكنا بالعمومات والإطلاقات لنفي هذا القيد الزائد. بعبارة أخرى، لدينا عام يقول أحل الله البيع، ولدينا خاص يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. هذا الخاص خصص العام، العام أو قل المطلق أحل الله البيع يشمل البيع المشتمل على الرضا والبيع غير المشتمل على الرضا. بعد مجيء المخصص أخرجنا البيع أو العقد غير المشتمل على الرضا، فيبقى البيع المشتمل على الرضا داخلا في أوفوا بالعقود وأحل الله البيع، سواء كان الرضا مقارنا أو كان الرضا متأخرا. فإذا شككنا في اشتراط المقارنة تمسكنا بهذه العمومات والإطلاقات لنفي هذا الاشتراط الزائد. نقول لدينا دليل على اشتراط أصل الرضا، لكن ليس لدينا دليل على اشتراط المقارنة، فيبقى داخلا تحت العمومات، فنتمسك بالعمومات ونثبت وجوب الوفاء بهذا العقد وحلية هذا البيع، وهذا معناه الصحة. هذا هو الدليل الأول. قال هو سابقا المشهور الصحة لعموم هذا الدليل الأول لما ذهب إليه المشهور من الصحة.
لعموم أدلة البيع والعقود، أدلة البيع، إطلاق أدلة البيع، أحل الله البيع والعقود، عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود. كيفية الاستدلال؟ قل لأن خلوه، خلو من؟ عقد الفضول عن إذن المالك. طبعا يا إذن الإذن المقارن، ونحن نفترض وجود الإذن اللاحق، لأن خلو عقد الفضول عن الإذن المقارن من قبل المالك لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عنه. هذا اللي قلناه في المقدمة الأولى، هو يبقى عقدا وبيعا لأن قوام العقد والبيع عند العرف هو الإيجاب والقبول، أما الرضا وعدم الرضا هذا لا يؤثر في صدق الموضوع والتسمية. نعم، اللي يتوقف على الرضا ما هو؟ هو الأثر، ترتيب الأثر، واشتراط ترتب الأثر بالرضا وتوقفه أو توقفه عليه، يعني توقف ترتب الأثر على الرضا، أيضا لا مجال لإنكاره، يعني نحن لا ننكر أن ترتب الأثر متوقف ومشروط بالرضا. ليش قال أيضا؟ كأنه يقول خلو العقد عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد عنه قطعا، وهكذا نقطع بتوقف واشتراط ترتب الأثر بمن؟ بالرضا، توقفه على الرضا، هذا أمر متيقن آخر، لأنه لم يقل أحد بأن الأثر يترتب من دون الرضا وطيب النفس. لكن فلم يبق الكلام إلا في اشتراط سبق الإذن أو قل مقارنته للعقد. أصل اشتراط الرضا أمر مسلم، لكن الرضا قد يكون سابقا حين العقد ويسمى بالإذن، وقد يكون لاحقا ويسمى بالإجازة، فهل يشترط أن يكون مقارنا؟ يعني هل يشترط أن يكون إذنا ولا تكفي الإجازة؟ نقول هذا اشتراط زائد لا دليل عليه، ننفيه بالعمومات والإطلاقات. فلم يبقى الكلام إلا في اشتراط سبق الإذن أي مقارنة الرضا للعقد، وحيث لا دليل عليه على اشتراط مقارنة الرضا للعقد فمقتضى الإطلاقات عدمه، أي عدم اشتراط الإذن، بل يمكن أن يكتفى بالإجازة، أي عدم اشتراط مقارنة الرضا للعقد، لأنه شك في التقييد الزائد فينفى بالعمومات والإطلاقات. ومرجع ذلك كله إلى عموم حل البيع، أحل الله البيع، اللي هو إطلاق، ووجوب الوفاء بالعقد، أوفوا بالعقود. والمصنف يريد أن يقول في هذه العبارة إن العقد إن كان من قبل المالك أو من قبل المأذون من المالك أو المأذون من قبل الشارع فهذا داخل جزما في العمومات والإطلاقات، أوفوا بالعقود، أحل الله البيع. زين، وهكذا إذا كان العقد ليس من قبل المالك ولا المأذون من قبل المالك أو الشارع ولكن لم يصحبه الرضا ولم تلحقه الإجازة، هذا باطل جزما وخارج عن هذه الأطلاقات والعمومات. ماذا بقي لدينا؟ بقي لدينا العقد
الذي صدر من الأجنبي من دون سبق نهي من قبل المالك ثم لحقته الإجازة. فهذا إن قلنا باشتراط الرضا المقارن للعار فهذا لا تشمله العمومات والإطلاقات، إذ ليس فيه رضا مقارن. أما إذا اكتفينا بأصل الرضا سواء كان مقارناً أو متأخراً فيكون داخلاً في العمومات والإطلاقات. والصحيح لا دليل على اشتراط المقارنة فتشمله العمومات والإطلاقات، فيجب الوفاء به ويكون بيعاً صحيحاً، وهذا هو المطلوب. لهذا يقول المصنف: ومرجع ذلك كله إلى عموم حل البيع ووجوب الوفاء بالعقد. خرج منه منه من العموم والإطلاق، خرج منه العقد العاري عن الإذن والإجازة معا، يعني العقد الذي ليس فيه رضا مقارن وليس فيه رضا لاحق، يعني لا إذن ولا إجازة، وهذا خارج عن العموم جزما. زين، ويدخل في هذا العموم ماذا يدخل فيه جزما؟ العقد من قبل المالك، وشنو؟ من قبل المأذون من المالك أو من الشارع، وهذا داخل في العموم جزما. إذن هناك ما دخل في العموم جزما وهناك ما خرج منه جزما، يبقى لدينا فقط شنو؟ العقد الذي صدر من الفضول ولكن لم يخلو من الرضا المقارن والإجازة معا. هو خلا من الرضا المقارن لكن لحقته الإجازة، هذا مشكوك، لا ندري هل خرج من العموم أو لم يخرج من العموم، فنتمسك بالعموم والإطلاق لإثبات الحكم فيه. ولم يعلم خروج ما فقد الإذن، يعني شنو فقد؟ الإذن المقارن للعار، لكن ولحقه الإجازة. ولم يعلم خروج ما فقد الإذن ولحقه الإجازة الذي هو محل كلامنا، هذا مشكوك هل خرج أو لم يخرج، فنتمسك بالعمومات لإثبات بقائه تحت العام وعدم خروجه. بعبارة أخرى، القدر المتيقن الذي يخرج بالتخصيص هو العقد الفاقد للإذن وللإجازة معا، هذا يخرج من العمومات. أما إذا كان فاقدا للإذن لكنه واجد للإجازة اللاحقة فهذا لم يعلم خروجه فيبقى تحت العام، فنتمسك بالعام لإثبات وجوب الوفاء به وإثبات الحلية والصحة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني: طبعا قبل هذه الأدلة أشرنا في الحقيقة في طيات الكلام إلى دليل آخر مركب من جزئين، وهو الشهرة، هذا رأي المشهور القول بالصحة، الشهرة الفتوائية والإجماع المنقول الذي نقله العلام، حيث قلنا سابقا إن المصنف رحمه الله لا يرى الشهرة الفتوائية لوحدها، لا يراها حجة، ولا يرى الإجماع المنقول لوحده حجة، لكننا إذا ضممنا الشهرة الفتوائية إلى الإجماع المنقول شكل بمجموعهما دليلاً معتبراً. إذن هذا هم يعتبر دليل، لكن أشرنا إليه من خلال تطبيق العبارة. المهم، الدليل الآخر الذي يستدل به على الصحة هو القاعدة التي قالوا فيها إن عقد الفضول هو عقد صدر من أهله
ووقع في محله. والمراد من كونه صدر عن أهله أو من أهله هو كون هذا العقد صدر من عاقد جامع للشرائط، فهذا الفضولي الذي أجرى العقد جامع للشرائط، فهو عاقل بالغ قاصد مختار، فقد توفرت فيه شروط، فهذا عقد صدر من أهله، أي صدر من عاقد جامع للشرائط. يا شرائط، من عاقد جامع لشرائط المتعاقدين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وغيره. ووقع في محله، المراد من هذه العبارة وقع في محله، أي كون المبيع والثمن جامعين لشرائط العوضين من الملكية والمالية وغير ذلك. إذن ما قام به الفضولي وهو زيد حينما باع كتاب عمرو فضولا، فهذا عقد صدر من أهله، لأن زيدا الفضولي جامع لشرائط المتعاقدين. والكتاب الذي باعه له مالية وفيه منفعة ومملوك وغير ذلك من شروط العوضين الذي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، فهذا عقد جامع لشرائط المتعاقدين، فهو عقد صدر من أهله وجامع لشروط العوضين، يعني وقع في محله، فلا مانع من القول بصحته. هذا هو الدليل الثاني الذي استدل به على رأي المشهور. أشكل الشهيد الأول رحمه الله على هذا الدليل بإشكال مفاده. هذا الدليل مصادرة على المطلوب، وكما درسنا في محله أن المصادرة هي استدلال على المدعى بعين المدعى. توضيح ذلك في محل كلامنا، يقول الشهيد الأول: إن محل البحث والخلاف هو صحة عقد الفضولي أو عدم صحته، أي نتساءل هل الفضولي أهل للعقد أو ليس أهلا للعقد. ادعى المشهور كونه أهلا للعقد، فالمدعى هو كون الفضولي أهلا للعقد. زين، والدليل يقول: هذا عقد صدر من أهله ووقع في محله، فاستدللنا بعين المدعى. المدعى الذي يحتاج إلى دليل هو كون الفضولي أهلا للعقد، هل هو أهل أو ليس أهلا، هذا أمر مشكوك يحتاج إلى دليل. ثم تأتي أنت وتستدل على ذلك بكونه أهلا، هذا استدلال بعين المدعى. هو كونه أهلا أمر مشكوك، لا ندري هل هو أهل أو ليس بأهل، فكيف تستدل عليه بكونه أهلا؟ هذه مصادرة على المطلوب. المصنف رحمه الله يقول: هذا الإشكال ليس بوارد. لماذا؟ لأن هذا الدليل يشتمل على فقرتين: الفقرة الأولى أنه عقد صدر من أهله، وهذا أمر مسلم ومفروغ عنه، لأن كلامنا في عقد الفضولي
وهل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ بعد الفراغ عن كونه واجداً للشرائط الأخرى من البلوغ والعقل والقاض والاختيار، وإلا لو كان شرط من هذه الشروط مختلاً فهذا خارج عن محل كلامنا. نحن نتكلم في عقد الفضولي بعد الفراغ عن توفر الشروط، أمر مسلم هذا مفروغ عنه. وإذا كان أمراً مسلماً فالفضولي واجد للشروط، واجد لشروط المتعاقدين، فهو أهل للعقد جزماً، فهذا عقد صدر من أهله، هذا أمر مسلم. ووقع في محله أيضاً أمر مسلم، لأننا نفترض أن الفضولي باع شيئاً واجداً لشرائط العوضين من الملكية والمالية وغير ذلك، وإلا لو لم يكن كذلك لكان خارجاً عن محل كلامنا. فلو باع خمراً والعياذ بالله، أو خنزيراً أجلكم الله، أو غير ذلك، هذا بعد باطل من جهة أخرى لاختلال شرائط العوضين. الآن نحن لا نتكلم عن شرائط العوضين. إذن هذا الدليل يتكون من فقرتين، الفقرة الأولى أن العاقد واجد للشرائط وهذا مسلم ومفروغ عنه، والفقرة الثانية أن المبيع واجد للشرائط وهذا أمر مفروغ عنه ومسلم. إذن أين هي المصادرة؟ يا شهيدنا الأول، لا توجد أي مصادرة. نعم، قد يكون مقصود الشهيد الأول من المصادرة هو أننا نشترط الرضا، نشترط الرضا، واشتراط الرضا يحتمل أن يشترط فيه المقارنة، يعني أن يكون الرضا مقارنا، وفي عقد الفضولي الرضا مقارن أو ليس مقارنا؟ ليس مقارنا. فنشك في كون هذا العقد قد صدر عن أهله أو من أهله، لأننا نشك في اشتراط مقارنة الرضا. الجواب: هذا اشتراط في القيد الزائد، هذا شك في القيد الزائد، لأننا نسلم باشتراط أصل الرضا، أما كونه مقارنا هذا أمر مشكوك، فينفى بالعمومات والإطلاقات كما بينا قبل قليل. نعم، الإشكال الذي ينبغي أن نورده على هذا الدليل هو أن نقول هذا ليس دليلاً جديداً مستقلاً غير الدليل الأول وهو العمومات والإطلاقات، بل هذا الدليل يحقق لنا صغرى لكبرى مستفادة من الدليل الأول وهو العمومات والإطلاقات. شلون يعني؟ لأن هذا الدليل يقول هذا عقد صدر من أهله ووقع في محله، فماذا يريد أن يثبت لنا؟ يريد أن يثبت لنا أن عقد الفضولي هو عقد جامع للشرائط، جامع لشرائط المتعاقدين وجامع لشرائط العوضين. لكن هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ هل يجب الوفاء به أو لا يجب الوفاء به؟ هذا الدليل لا يثبته. هذا الدليل غاية ما يثبت لنا أن هذا العقد جامع للشرائط، فنحتاج إلى كبرى تقول وإذا كان العقد جامعا للشرائط إذن يجب الوفاء به. وهذه الكبرى من أين نأخذها؟ من قوله تعالى أوفوا بالعقود وأحل الله البيع، فهذه الكبرى تؤخذ من الدليل الأول. فهذا الدليل الثاني ليس دليلا مستقلا للصحة، وإنما غاية ما يثبته
هو تمامية الصغرى، وهو كون العقد جامعاً للشرائع. وإذا تمت الصغرى نطبق الكبرى التي نستفيدها من الدليل الأول، فنقول هذا عقد جامع للشرائط، وإذا كان عقدا جامعا للشرائط فيشمله قوله تعالى أوفوا بالعقود وأحل الله البيع. فهذا ليس دليلا مستقلا وإنما رجوع إلى الدليل الأول. قال وإلى ما ذكرنا، يعني شنو إلى ما ذكرنا في الدليل الأول من العمومات والإطلاقات، أحل الله البيع وأوفوا بالعقود، وإلى ما ذكرنا يرجع استدلالهم، يعني هذا الاستدلال راجع لمن؟ إلى الدليل الأول. لماذا راجع للدليل الأول؟ لأنه لا يحقق لنا إلا الصغرى، فهو رجوع إلى الدليل الأول. وفي هذه العبارة إشارة إلى الإشكال على هذا الدليل، فالمصنف يريد أن يقول هذا ليس دليلاً مستقلاً وإنما هو راجع إلى الدليل الأول. وإلى ما ذكرنا يرجع استدلالهم بأنه، يعني عقد الفضولي، عقد صدر عن أهله، يعني صدر عن عاقد جامع للشرائط من البلوغ والعقل والاختيار والقصد في محله، يعني وقع في محله، أي أن المبيع جامع لشرائط العوضين من الملكية والمالية وغير ذلك، لأن الفضولي باع الكتاب والكتاب جامع للشرائط وليس خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك، عقد صدر عن أهله في محله. زين، فما ذكره الشهيد الأول رحمه الله في غاية المراد، هذا إشكال الشهيد الأول الذي رددناه، من أنه هذا الدليل من باب المصادرات، يعني استدلال على المدعى بعين المدعى، لأننا نشك هل هو أهل أو ليس أهلا، فكيف نستدل بالقول بأنه أهل؟ هذا عين المدعى. يقول فما ذكره الشهيد الأول في غاية المراد من أنه من باب المصادرات لم أتحقق وجهه، يعني كيف تكون مصادرة؟ لا توجد ها هنا مصادرة، لأن هذا الدليل فيه فقرتان، لأن كون العاقد أهلا للعقد من حيث إنه بالغ عاقل قاصد مختار، هذا أمر مسلم مفروغ عنه لا كلام فيه، هذا أمر مسلم، وكذا كون المبيع قابلا للبيع، يعني وقع في محلها. الفقرة الثانية كون الببيع جامعا للشرائط وقابلا للبيع من المالكية والمالية، لأنه كتاب وليس خنزيرا أو خمرا، فليس. وكذا كون المبيع قابلا للبيع أيضا أمر مسلم لا خلاف فيه، إذن لا خلاف لا في الفقرة الأولى ولا الثانية، فليس محل الكلام إلا خلو العقد عن مقارنة إذن المالك، يعني اشتراط مقارنة الرضا، وهو يعني شنو وهو؟ اشتراط مقارنة الرضا مدفوع بالأصل، والمراد هنا من الأصل، الأصل اللفظي، وهو أصل الإطلاق أو أصالة العموم، أوفوا بالعقود أو أحل الله البيع، أو قل هو أصالة عدم اشتراط المقارنة. ولعل مراد الشهيد الأول في إشكاله حينما قال مصادرة أن الكلام في أهلية العاقد وهو الفضولي، هل هو أهل أو ليس بأهل، ويكفي في إثباتها، هذا رد على الشهيد الأول، إن كان هذا قصده، يكفي في إثبات أهلية العاقد العموم المتقدم. يا عموم، إما المراد هو أحل الله البيع وأوفوا بالعقود،
وإما المراد العموم الذي ذكرناه في تعريف الفضول حينما عرفه الشهيد الثاني. ماذا قال؟ أو الشهيد الأول، حيث قال: إن الفضولي هو الإنسان الكامل. والمراد من الكامل قلنا الجامع للشرائط، إذن هو أهل للعقد. فإشكال الشهيد الأول ليس بتام، الإشكال الصحيح هو ما ذكرناه. الدليل الثالث يأتي إن شاء الله تعالى. عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن عيسى، عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في كلام له: العلماء رجلان، رجل عالم آخذ بعلمه، يعني يعمل بعلمه، فهذا ناج، وعالم تارك لعلمه فهذا هالك، وأن أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه، وإن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبدا إلى الله فاستجاب له وقبل منه فأطاع الله، يعني ذلك الرجل فأطاع الله فأدخله الله الجنة، وأدخل الداعي النار بتركه علمه واتباعه الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. أعادنا الله وإياكم من اتباع الهوى وطول الأمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.